بعد نشوف التي في انا ملي مشيت عندهم البارح عطاوني ورقه قال لي غديها للموريس قلت لا هذا السقاط عطاوني ورقه قال لي غديها للموريس قلت ما فين غادي تمشي تفتح وغدير العمليه ملي انا مشيت لعندهم قالوا لي لا خاصك ترجعي فين كاينه غيطبعوا لك الطبعه ديال اليوم وعاود جيبيها ملي مشيت عاوتاني عند الطبيب ما بغاش يطبع لي بقيت طالعه نازله والو عييت معاه ما بغاش حتى الاخر عطبعها ليا ملي ديتها ليهم قال لك الصيام هذه هما شادين علاش هما اللي ما يديروش ليها العمليه علاش هذا السيام عاد مسيطر انا قال لك هنا ما عندناش البلاصه هما اللي شدوها اولا يصيفطوها لسبيطار اخر ملي عاود رجعت قلت لهم قال لك حنا ما غنشدوها سيري قالوا لك حنا ما غنشدوها سيري ديها فين ما بغيتي نتيا اولا ديها للدار تلقاي ليها بلاصه واش انا المره مهرسه رجليها على جوجنا ونجيبها لهنا للدار كي غندير ليها رجليها اختي غادا تخماج وغادا تقطع فين غادا ندي انايا هاد المره علاش هما اللي علاش هما اللي ما يديروش ليها العمليه الصيام هما شادينا ملي ما غيديروش ليها العمليه يكون نهار الاول يقول لي راه ما غنقبلوش يصيفطوها للسبيطار اخر علاش يبقاو شادينا حتى لدابا من نهار الحد هما عندهم نهار الحد ملي دخلنا قال لك راه غنديروا ليها عمليه داز واحد 4 ايام قال لك لا راه حقا ما غنديروش ليها حنايا هنا عمليه سيري ديها للموريزكو ملي مشيت للموريزكو ما بغاوش يشدوا قال لك الا بغاو يصيفطوا يصيفطوا نهار الاول ماشي حتى لدابا وانا فين غنمشي انا بهاد السيد انا تقار دابا غير بليكوش والطاكسيات ما حيلتي لا هي ما حيلتي لولادي وكي غادا ندير كي غادا ندير اختي قولي لي كي غادا ندير وبزاف كون كان دابا شي وحده اللي معريه ولا كانت شي وحده اللي معريه ولا هذاك راه ما وقفوا معاها علاش علاش انا اللي ما يوقفوش معايا علاش بعدا كنا بغيت غير نعرف انا علاش هما اللي ما يديروش ليها العمليه بغيت غير نعرف علاش اللي ما يديروا علاش في السيام هما شادينها يلا علاش خاصهم هما اللي يديروا ليها العمليه ملي ما قالوا لي نهار الاول قالك غنديروا ليها العمليه عمروا ليها الوراق عاوتاني دازت واحد 4 ايام عيطوا عليا قالوا لي راه شوفي غادا دي امك الموريزكو ديناها الموريزكو ملي مشينا نهار الاول ما لقيناش بلاصه قال لي راه غادا تبقاي غير هنايا على برا تلقاو بلاصه عاود انا هزيتها رديتها ليهم قلت لهم راه ما كايناش بلاصه عاود الطبيب عاوتاني عمر ليا الورقه قال لي شوفي غادا تمشي تقلبي لامك تما على بلاصه عاد تجي ديها ما كانش غتجي تهزيها ديها للدار عندك تلقاي ليها بلاصه واش المراه مهرسه من رجليها وانا غادي نجي نهزها نجيبها للدار عندي علاش نهار الاول ما يشدوهاش ماشي حتى رجليها غادا تخماج وغادا تقطع عاد يقولوا لي وسيري دي امك فين غنديرها علاش لا بنادم اللي ما عندوش في هذا الوقت صافي يموت لا هنايا صافي يموت بنادم دابا صافي فين هو هذا بلاد الخير وبلاد المغرب بلاد الخير وكل شيء في فين هو علاش واش مرا ما قدوش يدو علاش واش هاد العمليه كاع صعيبه لهاد الدرجه راه غير مهرسه من رجلها يعني ماشي القلب ولا عندها شي حاجه اللي صعيبه اللي غنقولوا راه صعيبه عمليه صعيبه علاش تبغينا شي حد اللي يوقف ولا شي مسؤول ولا شي حد اللي يوقف معانا ويعاوننا راه هذيك المراه راه مقهوره راه تتبكي الصباح والعشيه ما تعطيوها دواء ما تعطيوها حتى حاجه والو راه غير ناعسه شاده ليهم السداري تما وناعسه ما تداويوها ما حتى حاجه حدهم داواو هذيك اليومين صافي من بعد كتبوا لي الدواء ديتو ليها حتى من الدواء ديتو ليها انايا من هنايا وانا ما في استطاعتيش غنبقى غدا جايه بها بحال هكا كنخلي ولادي النهار كله اليوم النهار كله انا نجري من السبيطار للسبيطار ما دخلت للدار حتى لشي السبعه كي غدا ندير انايا كل نهار الاول ما يشدوهاش لاش خلاونا حتى دابا حتى الرجل غدا تخماج وغتقطع هذا حقك سيري دي امك واش كاين شي طبيب تيقول لك سيري ديها حطيها في الدار تلقاي ليها فين تمشي تفتحي ليها علاش ماشي حشومه عليهم الطلب ديالي وان شي مسؤول شي حد اللي يوقف معاها يديروا لها العمليه هذا هو الطلب ديالي يديروا ليها عمليه راه غتبقى بحال هكاك راه غدا غير تضيع غتبقى غدا تموت لا تقطع ليها رجليها هادو جوج من الحوايج اللي غادي يكون ليها